بيبدأ فيلمنا براجل اسمه جاك فيج بيلعب مباراة ملاكمة مع راجل تاني قصاده، وبيجي طفل صغير اسمه جيم بيحاول يدخل بين الناس علشان يتفرج عليهم، وبنعرف ان جاك جد جيم. وجاك بيفضل يضرب في الملاكم اللي قدامه وبتنتهي الجولة وبيقعد يستريح. بعدها بيرجع يكمل ملاكمة وبيفضل يضرب في الملاكم اللي قدامه، والناس اللي بيتفرجوا بيعرفوا ان جاك جد الطفل جيم، فبيرفعوا جيم على اكتافهم علشان يتفرج على جده، وجاك بيفوز في مباراة الملاكمة. بعد كده جاك بياخد الفلوس اللي كان بيراهن عليها، فبيدي لجيم جزء من الفلوس وبياخده وبيرجعوا القرية. ماري والدة جيم بتزعق له علشان سابها ومشي، وراح يتفرج على جده جاك وهو بيلعب ملاكمة، وبتطلب من جاك ان هو يبعد عن ابنها، وخايف على جيم لجده يخليه يلعب ملاكمة زيه. وبنعرف ان جاك هو والدها، لكن هي مش حابة والدها خالص بسبب تصرفاته الصبيانية. بعدها بترجع البيت بتقعد تاكل هي واطفالها جيم وتوم وجيلي، لكن الاكل قليل وبتعاني من الفقر هي واطفالها. بعد كده جاك بيروح يراهن في حانة على طائرين بيقتلوا بعض، ومعاه جيم، وبيقول لجيم ان الطائر اللي هيموت هيديهوله ياكله هو واخواته، وبيبداوا الرهان. وجاك الرهان، فبيروح لصاحب الحانة وبيطلب منه يرجع له فلوسه علشان هما اللي كانوا متفقين ومخليين واحد تاني هو اللي يكسب الرهان. وفي الوقت نفسه جيم بيجري ياخد الطائر اللي مات وبيهرب، فجاك بيقعد يضحك علشان قدر يضحك عليهم. وجيم بيرجع بالطائر البيت، فوالدته بتزعق له علشان خد الطائر من جاك ومش عايزه ياخد اي حاجه من جده، وبتكون خايفه عليه. بعد كده بتروح لوالدها جاك الحانة وبتطلب منه يبعد عن جيم علشان تقدر تربيه بعيد عن العالم بتاعه اللي هو عايش فيه. فجاك قال لها ان جيم لازم يتعلم كل حاجه علشان يقدر يعيش زي ما خليتك تعيشي وتكوني اسره. قالت له انت ضيعت كل حاجه بالضرب والسهر، وبتطلب منه ان هو اللي يخلي جيم بعيد عنه علشان تقدر تسيطر عليه وتحميه. بعد كده جيم بيكون ماشي، لكن بيجي ثلاثة من سكان القريه بيرخموا عليه وبيسخروا منه وبياخدوا المنديل بتاعه وبيضربوه، لكن جاك بيلحق جيم وبيعلمه ازاي يقاتل الناس اللي بتهجم عليه، وبيقول له انت لازم تدافع عن نفسك حتى لو مش بتعرف تقاتل. بعدها جاك بيروح لبنته ماري وبيطلب منها فلوس، فبتتضايق وبترفض تديله فلوس، فجاك بياخد السلسله بتاعتها وبيمشي. فماري بتقعد تعيط، وجيم بيتضايق بسبب اللي جده جاك عمله مع والدته، وبيقرر ان هو يبعد عن جده جاك. بعد كده بيعدي 10 سنين وجيم بيكبر وبيكون شغال في ورشه حداده، وصاحب الورشه بيعامله بطريقه وحشه وبيزعق له، فجيم بيتضايق وبيطلع كل قوته في الطرق على السيف. بعدها صاحب الورشه بيديله فلوس لكن بتكون قليله جدا، فجيم بيتضايق، فاخوه توم بيهديه علشان يفضلوا شغالين في الورشه. بعد كده بيروح يتفرج على مباراه ملاكمه، وبيكون في راجل ضخم بيكسب اي حد بيقابله، فواحد من الناس بيراهن على الفلوس كلها اللي معاه مقابل ان اي حد ينزل يقابل الراجل الضخم ده. فجيم قرر ان هو يقاتل الراجل الضخم ده، فتوم حاول يمنعه لكن جيم بيصمم على رايه وبيدخل الحلبه وبيعلن ان هو اللي هيواجه الراجل الضخم، وبيكون في راجل عجوز اسمه ويليام بيراهن على جيم ان هو اللي هيكسب. بعدها بتبدا المباراه، والراجل الضخم بيهجم على جيم وبيحاول يضربه، بس جيم بيضربه وبيفضل يضرب في الراجل الضخم لحد لما قضى عليه وبيكسب الرهان، وبيروح للراجل منظم الرهان وبياخد منه الفلوس، فبيعرض على جيم ان هو يشتغل معاه بس هو بيرفض وبياخد الفلوس وبيمشي. وويليام الراجل العجوز بياخد الفلوس بعد ما راهن على جيم وكسب. بعد كده جيم بيروح يدي لوالدته ماري الفلوس، فماري مفكره ان هو سرق الفلوس دي، فجيم قال لها لا انا ما سرقتهاش، بس برضه ما رضيش يقول لها ان هو لاعب ملاكمه علشان ما تزعقلوش. بعد كده جيم بيروح يقابل جده جاك، لكن طبعا من ورا امه علشان ما تزعقلوش. بعدها ويليام اللي راهن على جيم بيروح لجيم وبيقول له انا شفتك وانت بقاتل، وانا معجب جدا بطريقه قتالك، لكن انت لسه مبتدئ ومحتاج حد يدربك، وبيطلب من جيم ان هو يكون معاه ويساعده ويدربه، لكن جيم رفض وقال له انا مش بلعب ملاكمه، وبيرفض ان هو يلعب الملاكمه دي خالص. وبيرجع لجده جاك وبيحكي له اللي حصل، فجاك قال له اسمع كلام ويليام ده هيساعدك كتير. وجاك بيكون في حاله سيئه جدا وتعبان لدرجه ان هو بيموت وهو بيكلم جيم، فجيم بيزعل جدا على موت جده. بعد كده بيروح لويليام، وويليام بياخده للمكان اللي هيدربه فيه وبيعرفه ان جده جاك كان بيتدرب هنا، وكمان جده الاكبر اللي هو كان والد جاك هو اللي مؤسس المكان ده لما كان بيلعب ملاكمه هو كمان. بعدها بيبدا يعلم جيم طريقه القتال وازاي يقف وهو بيقاتل عدوه، وبيطلب منه يستخدم عقله اكتر ما بيستخدم قوته علشان يقدر ينتصر، وبيربط ايد جيم علشان يعلمه ازاي يدافع عن نفسه من غير ايده، وبيفضل يضرب في جيم. وجيم بيبدا يتحرك وبيحاول يتفادى الضربات بتاعت ويليام، وبيفضل يضرب جيم لفتره وبيخليه يلعب كذا مباراه وبينجح ان هو يفوز فيهم. بعدها بيجيب جواب لجيم ان هم هيسافروا المدينه علشان يلعبوا مباريات هناك، فجيم بيكون فرحان جدا وعايز يسافر بسرعه، فبيروح بسرعه يلبس الهدوم اللي بيلبسوها سكان المدينه في لندن. وجيلي اخته بتكون فرحانه بيه، واخوه توم بيجيب له جريده مطبوعه عليها صوره جيم، لكن ماري والده جيم بتخرج عليهم وبتشوف ويليام، فبتعرف ان جيم بيلعب ملاكمه لان هي عارفه ويليام من زمان لما كان مع والدها جاك، وبتقول لجيم ان ده طريق لعنه اللي بيمشي فيه بيتدمر يا ابني. فجيم قال لها انا مختلف عن جدي، وبيقول لها ان هو خلاص قرر يسافر لندن، وبيودعها وبيمشي. بعد كده فعلا بيسافر لندن وبيكون منبهر بالمدينه ومش مصدق نفسه ان هو فيها. بعدها بيروح علشان يلعب اول مباراه ليه، وبيكون قاعد ناس مهمين جدا بيتفرجوا على المباراه وبيراهنوا على اللي هيكسب. وويليام بيهديه وبيطلب منه يستخدم عقله وهو بيلعب، والملاكم اللي هيلعب قصاده بيجي على حصان وبيكون من اسرياء المدينه،
وبيكون بطل المدينة في الملاكمة، وكل الناس بتشجعه ومحدش مهتم خالص بجيم. بعدها الحكم بيعرفهم شروط اللعبة وبيعلن بداية المباراة، والملاكم بيهجم على جيم وبيضربه، فجيم بيحاول يصد ضرباته وبيضرب الملاكم، لكن مفيش ضربات مأثرة فيه، وبيضرب جيم بيوقعه على الأرض وبيمسك جيم وبيفضل يضرب في راسه، فالحكم بيمنعه وبيوقف الجولة وجيم بيقعد ياخد نفسه، وويليام بيزعق لجيم علشان مش مركز وبيطلب منه يركز في اللعب وملوش دعوة بالجمهور اللي بيسقف للملاكم التاني. بعدها بتبدأ الجولة التانية وجيم بيكون مركز وبيتفادي ضربات الملاكم اللي قدامه وبيضربه وبيعوره في بقه، فبيتف الدم على جيم وبيخلي الحكم مش واخد باله وبيضرب جيم بطريقة غير قانونية، والجولة بتنتهي وويليام بيطلب من جيم يحسن من أدائه شوية ويلعب أحسن من كده ويرهق الملاكم اللي قدامه، فجيم بينزل الجولة التالتة وبينفذ كلام ويليام وبيفضل يضرب في الملاكم لحد لما بيوقعه على الأرض وبيفوز عليه، وبكده جيم بيفوز أول مباراة لي في المدينة، وكل الناس بيحيوا جيم وفرحانين بيه بعد ما انتصر على بطل لندن في الملاكمة، وواحد من الصحفيين بيرسم صورة جيم علشان ينزلها في الجرايد. بعد كده واحد من أسرياء المدينة بيستضيف جيم في حفلة في القصر بتاعه وبيعرفه على لورد اسمه روشفورت، وبيجي يحيي جيم على شجاعته في الملاكمة بالرغم ان هو خسر رهانه لان هو كان مراهن على الملاكم التاني، وبيتفق مع جيم ان هو اللي هيرتب القتال بتاعه اللي جاي، فجيم وويليام بيفرحوا جدا لان كده جيم بدأ يحقق حلمه، وبيشوف بنت في الحفلة بيعجب بيها وبيروح يتكلم معاها. بعد كده روشفورت بدأ يعمل دعاية لجيم في لندن وبيوزع تماثيل على شكل جيم، وبعت لجيم هدوم شبه هدوم صفوة المجتمع علشان يلبسها، وجيم بيبعت لوالدته فلوس وجواب مع جيلي، ووالدته ماري مش مصدقة ان ابنها ماري كسب كل الفلوس دي كلها، وجيم بدأ يعيش عيشة الاغنياء ويتعامل ان هو واحد منهم. بعد كده روشفورت بيخلي جيم يلعب مباراة مغلقة في حانة بيحضرها مجموعة من الاسرية علشان يراهنوا عليها بفلوس كتير، وبتبدأ المباراة وجيم بيضرب الملاكم اللي قدامه وبيكون اقوى منه وبيفوز عليه، وجيم بينزل من الحلبة يقعد معاهم وبيعاملوه ان هو واحد منهم، وويليام متضايق ان مفيش حد مهتم بيه. بعد كده بنروح لماري وجيلي وهما ماشيين في شوارع القرية، وكل الناس بتتكلم عن ابنها جيم وان هو بقى بطل انجلترا، وماري قلقانة وخايفة على ابنها جيم. وبنرجع لجيم وبيكون قاعد مع روشفورت قاعدين بيلعبوا وبيتكلموا عن الملاكمة، ومعاهم ناس اسرية جدا من المدينة، وجيم بيفوز عليهم في الرهان، فروشفورت متضايق وبيطلب منهم ان هما يلعبوا تاني، وبيتعصب على عامل الحنة وبيضربه. بعد كده ماري جت لندن علشان تقابل ابنها جيم وبتقرر ان هي توصل له، وجيم بيفرح جدا اول لما بيشوفها، وجيم بيعتذر لها ان هو ما سمعش كلامها لان قال لها ان هو كان لازم يعمل كده علشان يوصل للي هو عاوزه، فوالدته ماري بتسامحه وبتقول له لو عاوز ترجع البيت ارجع يا ابني. بعدها جيم بيروح لويليام، وويليام بيحاول يحذره من روشفر وقال له ان هو بيعمل كل ده علشان يدمرك ويخليك تخسر كل حاجه، فجيم سخر من كلامه وويليام اتعصب عليه وضربه وبيعرض عليه ان هو يكون معاه او يكمل مع روشفر، فجيم بيسيبه وبيمشي. بعد كده جيم بيروح يحضر حفله مع روشفر وبياخده يعرفه على منافس ليه اسمه هنري بيرس. بعدها بياخد جيم وبيتحداه في لعبه وبيقعدوا يرموا الكوره وبيحاولوا يمسكوها، واللي تقع منه الكوره هو اللي خسران، وبيفضلوا يلعبوا الكوره لحد لما بتيجي في وش جيم وبيقع على الارض، وجيم ما بقاش عارف يشوف بعينه اللي الكوره جت فيها، وجيم بيغمى عليه. بعدها جيم بيروح لويليام وبيطلب منه ان هو ينظم مباراه علشان يرجع للملاكمه، وبيكون متعصب جدا من اللي حصل، لكن ويليام بيرفض علشان عينه اللي ما بقاش عارف يشوف بيها. بعد كده بيعدي كذا اسبوع وجيم بيرجع لروشفورت وبيطلب منه ان هو ينظم المباراه، لكن روشفورت بيرفض وبيقول له انت مش هتعرف تلعب تاني علشان عينك، وبيسخر منه، فجيم بيتضايق وبيمشي. بعد كده بيصحى من النوم بيلاقي والدته ماري قدامه وبتطلب منه ان هو يمشي ويرجع معاها القريه، فبيعرف ان ويليام هو اللي قال لها، وجيم بيرفض يرجع معاها وبيتعصب عليها وبيطردها، فماري بترجع للقريه وبتكون زعلانه من اللي جيم عمله معاها. بعدها جيم بيكون ماشي في الشارع واتنين بيهجموا عليه وبيضربوا فيه، فجيم حاول يضربهم بس للاسف مش عارف يدافع عن نفسه بسبب عينه اللي ما بقاش عارف يشوف بيها، وبيفضلوا يضربوا فيه وبيغمى عليه، وبيفوق بيلاقي نفسه محبوس، وروشفورت هو اللي بيعمل كل ده معاه علشان يخلي هنري بيرس هو بطل انجلترا الجديد، وواحد من المساجين اللي معاه بيقرا في الجرايد ان هنري بقى هو بطل انجلترا الجديد تحت رعايه روشفورت، فجيم بيتعصب وبيرمي الطبق اللي في ايده وعرف ان كلام ويليام لي كان صح وان روشفورت بيعمل كل ده علشان يدمر مسيرته، وبيفضل لفتره كبيره جدا في السجن وبيحلم بجده جاك وبيقوم مفزوع من النوم، فالراجل المسجون اللي معاه بيحاول يهديه وبيحاول يرجع جيم زي الاول وبيفضل يتكلم معاه وبيحفزه علشان ينتقم من اللي عمل كده معاه، فجيم قال له ما بقاش في حد عايزني حتى عيلتي ما بقتش عايزاني. بعد كده بيعدي فتره كبيره وواحد بيجي يفتح الزنزانه علشان يخرج من السجن، وجيم بيساله عن الراجل العجوز اللي كان معاه في الزنزانه فبيعرف ان هو مات. بعد كده جيم بيرجع لام ماري وبيعتذر لها عن اللي هو عمله وبيقعد مع عيلته تاني، وتوم وجيلي بيقعدوا يتكلموا معاه عن لندن والفتره اللي قضاها هناك، لكن والدته بتكون متضايقه من كلامهم وعايزاهم ما يتكلموش مع جيم عن الفتره اللي قضاها هناك خالص. بعدها ماري بتقعد مع جيم وبتطلب منه ينسى اللي حصل معاه في لندن ويفكر في الفتره الجايه ويفضل موجود معاهم. بعد كده جيم بيروح الحانه واخوه توم بيروح ليه الحانه وبيقول له انا قابلت ويليام وقرر ان هو يديك فرصه تانية، فجيم بيفرح جدا. بعد كده بيروح لويليام وويليام بيبدا يدربه من تاني، لكن جيم بيكون بطيء في حركته قوي، فويليام بيزعق
عقله علشان يسرع من حركته، وقال له ان هنري سريع وقوي لازم تكون اسرع منه، وبيفضل يدرب جيم لفتره علشان يرجع جيم لمستواه في الملاكمه. وفي الوقت نفسه روشفرت بيجهز هنري علشان يقاتل جيم ويقضي عليه، وجيم بيستمر في تدريباته ومستواه ابتدى يتحسن وبدا يرجع لمستواه في الملاكمه بالرغم ان هو بيلعب بعين واحده، وويليام بيفضل يدرب فيه تدريبات قاسيه جدا لحد لما جيم بيوصل لمستواه القديم، وانجلترا كلها بتتكلم عن المواجهه بين جيم وهنري. بعد كده روشفرت بيروح لجيم ومعاه هنري وبيسخروا من جيم، وروشفرت بيسخر منه علشان هيلعب بعين واحده. بعدها جيم بيروح لقبر جده جاك وبيفتكر كلام جده ليه. بعد كده عيله جيم بتدعمه قبل ما يطلع الحلبه ويلعب المباراه، وويليام بيفضل يحفز جيم وبيطلب منه يلعب بعقله علشان يقدر ينتصر على هنري بيرس، وروشفرت بيطلب من هنري يقضي على جيم. بعدها بتبدا المباراه والاثنين بيكونوا حذرين جدا من بعض وبيضربوا بعض كده من بعيد، وبتنتهي الجوله الاولى، وويليام بيقول لجيم ان هنري بيحاول يضربك من ناحيه عينك اللي انت مش بتشوف فيها، وبيبدا يحفزه. والجوله الثانيه بتبدا والاثنين بيضربوا في بعض، والمباراه بتكون قويه جدا بينهم، وبيستمروا كذا جوله بنفس الطريقه، وهنري بيضرب جيم ناحيه عينه اللي مش بيشوف بيها لحد لما الجوله الرابعه بتبدا، وجيم بيهجم على هنري بس هنري بيضرب جيم في عينه وبيوقعه على الارض، لكن جيم بيرجع يقوم. والجوله بتنتهي وويليام بيحاول يفوق جيم ويرجعه لتركيزه، وبيكون خلاص فاضل كذا جوله وبيحفز فيهم جيم ان هو ينتقم من هنري وروشفرت، وبيستمروا الاثنين في قتال بعض لكذا جوله، والمباراه بتكون قويه جدا ما بينهم لحد لما بيوصلوا للجوله الاخيره، فبيقعدوا يستريحوا، وجيم بيكون مش قادر يشوف قدامه بسبب ان هو بيقاتل بعين واحده، فويليام قرر ان هو يوقف المباراه وينسحبه، لكن جيم رفض واصر ان هو يكمل، وبيبص لوالدته وبيفتكر كلامها ليه، وروشفرت عرف ان جيم مش هينسحب، فبيحط ماده كاويه لهنري على الجلافزات علشان يقدر يقضي على جيم، فويليام بيشوفه وبيروح يضربه بسبب اللي عمله، والكل مستغرب من اللي ويليام عمله، فهنري قرر ان هو يغيره الجلافزات ويلعبه بطريقه قانونيه، وبتبدا الجوله الاخيره، والاثنين بيضربوا في بعض وبيكونوا تعبانين ومش قادرين، بس جيم بيكون تعبان اكتر، وهنري بيكون صعبان عليه جيم وعايزه ينسحب، لكن جيم بيرفض، فبيكملوا المباراه، وجيم بيخسر المباراه، وهنري بيكون هو البطل، وويليام بيزعل جدا ان جيم خسر المباراه، لكن هنري بيكون زعلان على جيم، وبيقوم جيم علشان الجماهير كلها تحييه، وبيحضن جيم، وعيلة جيم وويليام بيطلعوا الحلبه علشان يحيوا جيم، والكل بيكون فخور بجيم بالرغم ان عينه مش بيشوف بيها الا ان هو لعب المباراه، وبيخلص فيلمنا على كده.